لك يقول لك يا بطل قد انتصار ابنك يقول لك يا بطل قد نهار ابنك يقول لك يا بطل قد انتصار ابنك يقول لك ثورتك عارفه الطريق وعارفه مين يا العدو ومين الصديق ابنك يقول لك ثورتك عارفه الطريق وعارفه مين يا العدو ومين الصديق سبتك من الجبل العادي حلفه على الانتصار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار ابنك يقول لك ثورتك عارفه الطريق وعارفة مين يا بلعدو ومين الصديق ابنك يقول لك ثورتك عارفة الطريق وعارفة مين يا بلعدو ومين الصديق سبتة كامل جبل الحاتم حلفة على الانتصار ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار استاذ عبد الرحمن الاغنيه الوطنيه ما قبل أيوة اكتوبر 14 لا هو دي عبد الحليم مرحله بس. 67 آه. ابنك يقول لك يا بطل واحلب بسماها يا بركان الغضب يا استعمار ورايه العرب الى اخر لغايه موال النهار والمسيح وكده كنا فقراء يعني يا راجل فقير بقول له يعني يا عبد الحليم احنا عليك يعني ما خطرش على بالك تقول الراجل ده بياكل منين ولا بيدفع ايجار شقته منين ولا بيجيني في تاكسي ب 8 ساغ ولا 10 ساغ منين يعني ايه اللي انت بتعمله ده وانا لي عمل اخر يعني قال لي اسمح اقول لك حاجة انا سمعتك في محطة الراديو بتقول ان انت حنجرت المطرب بالنسبة لك ما هي الا جرنان بتنشر عليه قصتك واحنا نشرنا لك شعرك على اكثر الصحف توزيعا في العالم العربي يعني جرنان عبد الحليم حافظ وحياه امي ما انا مدي لك فنه لا بليغ ولا كمال الطويل ودي شهاده بشهادها ولا انا ولا عبد الحليم ولا الموجي ولا حد مننا خد مليم في كل هذه الاغنيات الوطنيه عشان بس نبقى عارفين دي مش تجاره ده موقف انا حدش كان يعرف تليفوني هناك خالص محدش يعرف انا فين لقيت واحد بيقول الو قلت له مش ممكن يعني حليم قال لي قلت له مين اللي اداني قال لي انت فاهم يا استاذ احنا الدوله لما تحب تجيب اللي هي ايه احنا لازم ايه اللي مقعدك هنا قلت له خلاص حاربنا والحمد لله وانتصرنا قال لا انا وانت مدينين للشعب المصري باغنيه تقول ان احنا انتصرنا ان احنا كتبنا له اغاني اثناء الهزيمه يعني اغاني الهزيمه لازم نطلع نقول ان احنا كنا على حق ولازم تيجي ترجع معايا يا عبد الحليم انا ورايا شغل وسد قال لي بقول لك وقد كان رجعت كمال الطويل رحمه الله عليه في بيته يعني الراجل انا بحب كمال الطويل دايما بحب بيته وبحب يعني بيت جميل أو بيت يعني كمال الطويل قعدنا أنا وكمال الطويل نعمل غنوة صباح الخير ياسين بتقول في الأولة قلنا جايين لك وجينا لك ولا تهنا ولا نسينا والتانية قلنا ولا رملاية في رمالك عن الأول والله مسهينا والتالتة أنت حملي وأنا حمالك صباح الخير يا سينا
صباح الخير يا سينا، رسيتي في مراسينا، تعالي في حضننا الدافي ضمينا وبسينا يا سينا. مين اللي قال كنت بعيدة عني وانت اللي سكنة في سواد النين؟ مش سهل على الشبان يسهو عن الأوطان، ورسيت مراسينا على رملة شط سينا، قلنا يهون علينا ده أول الشطآن. بلادي يا بلادي يا عيون قمر الربيع، اندهي يا بلادي يجاوبك الجميع. عاشق أنا والحي ده حي، أول كلامي أهني الشعب وأحي، أغني عن أمتي وعن دما خي، وأنا ساعة العشت مين يعرف يقول زي صباح الخير. وصباح الخير يا سينا، صباح الخير. أول مرة تبتدي صباح الخير يا سينا بموال يقوله عبد الحليم حافظ، وكان عمره ما يغني. أيوة في الأولى قلنا جايين لك وختم بموال بتاع عاشق أنا والحي ده حي، أول كلامي أهني الشعب وأحي. هنسمع صباح الخير يا سينا، كمل. وانت اللي ساكنة في سواد النيني، مش سهل عالشبان يسهو عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسهو عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسهو عن الأوطان، مش سهل هون علينا ده أول الشطان، ده أول الشطان. وصباح الخير يا سينا تزيد المراسينا، وصباح الخير يا سينا تزيد المراسينا، تعالي ضمينا الدربي ضمينا وبوسينا يا سينا يا سينا. طرنا وحطينا على الرملة، قالوا الحياة غالية قلنا الشرف أغلى، قالوا الحياة غالية قلنا الشرف أغلى، قالوا الحياة غالية قلنا الشرف أغلى، قالوا الحياة غالية قلنا الشرف أغلى. بلادي يا بلادي عيون قمر اندهي يا بلادي جومك الجميع، بلادي يا بلادي عين قمر الربيع، اندهي يا بلادي جومك الجميع، بلادي يا بلادي عين قمر الربيع، اندهي يا بلادي جومك الجميع. قلت يلا يا ولادي قلنا بلادي، كلام جميل. عبد الحليم جميل بهجة. وكمال جميل والزمن كان جميل. طب ما هو الثلاثي ده الأبنودي وحليم والطويل، هل ده كان ليه خصوصيه كده لهم مذاق خاص يعني؟ ابدا، ما هو نفس الثلاثي ده كان عبد الحليم وصلاح جاهين وكمال الطويل في برضه. حاله كده كانت وأنا بتحصل وبليغ في اللقاء ده، عملنا مثلا موال النهار. لا الزمن كان كده وما ينفعش تكوني غير كده، يعني اللي غير كده
بالسلطة مش مطلع. عبد الحليم ده كان راجل بيفكر وكان راجل لديه وعي وكان حسه الوطني شديد الخصوصية. يعني ما يصحش يعامل عبد الحليم على انه مجرد مطرب. عبد الحليم تاريخه كله تاريخ. غناء وطني فعلا. يعني وده لا يكسب ولا يأكل عيشه ولا يقول لك ده كان بي عشان عبد الناصر. لا، عبد الحليم كان ابن مخلص من ابناء هذا الوطن. هو ده اللي بيفسر لماذا اغانيك الوطنيه اللي غناها عبد الحليم هي الابقى وهي الاكثر وضوحا زي ما كنت بقول. برغم ان حياتك قدمت اغاني كتير. طيب ده احنا متهمين بان احنا يعني قلت له والله اسمع عبد الحليم، البلد دي اتهزمت، الجيش ده اتهزم، لو احنا كتبنا غنوة وقلنا ان احنا اتهزمنا مش هيخلونا نعمل. قال لي يا اخي انت عجيب والله. يعني تروح تتحبس وتسجن وتشاغب مع الحكومة وتعمل مناضل، ولحظة ما نحتاج النضال ده ما نلاقيهوش. يا اخي اكتبوا بعدين نناضل. ده برضو عبد الحليم. ايوه اكتب ايه. قلت له طب اهي، رحت مطلع له موال النهار وقريت له عد النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، عشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر، وبلدنا عالترعة بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين أبو الغناوي المجروحين يقدر ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين. الله. أبدا، بلدنا للنهار بتحب موال النهار لما يعدي في الضروب ويغني قدام كل دار. الله. والليل يلف ورا السوائي زي ما يلف الزمان، وعلى النغم تحلم بلدنا بالسنابل والكزان، تحلم ببكرة واللي حيجيبه معاه، تنده عليه في الضلمة وبتسمع نداه، تصحاره من قبل الأذان وتروح تقابله في الغيطان إلى آخره. لا ده احنا لازم نسمع يعني دي حاجات موال النهار. يعني مش يعني ما لازم نسمع. الظروف هي اللي تكتبها بنفسها. مش احنا يعني. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر، وبلدنا عالترعة بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها، وبلدنا عالترعة بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها، يا هل ترى الليل الحزين ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين.